القرار ده اللي هو قرار 8661 ده صادر، اللي هي اثيوبيا مش عاجبها ان الجامعه العربيه مطلعها، ده صادر باجماع الدول الاراء بما فيها جيبوتي والصومال اللي هم جيران اثيوبيا نعم. وعندهم حدود مشتركه مع اثيوبيا، واللي كانوا متحفظين على القرار قبل كده 8524 اللي طلع السنه اللي قبلها اللي انعقد بناء عليه الجلسه في سنه 2020. يعني موقفهم اتغير من سنه 2020 لسنه 2021 وانضموا الى القرار بتاع الجامعه العربيه اللي بيقول يا اثيوبيا بطلي تعنت وتعالي الى مائده المفاوضات بحسن نيه عشان نوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل. وبعدين سؤال برضه لاثيوبيا، اشمعنى تقبل تدخل الولايات المتحده وايرلندا والدول الاوروبيه في موضوع التجراي وتعمل جلسه يوم الجمعه اللي فاتت ويحضر فيها السفير الاثيوبي ويتكلم وما يهاجمش الولايات المتحده ولا ايرلندا عشان جابوا الموضوع المجلس، ويرفض قرار لجامعه الدول العربيه؟ جامعه الدول العربيه لا طلبت انها تتكلم ولا طلبت انها تقعد في الجلسه ولا قدمت قرار ولا عملت حاجه. التعاون بين جامعه الدول العربيه والاتحاد الافريقي في ابهى صوره وعلى احسن المستويات اعلى المستويات. الامين العام احمد ابو الغيط اول المتحدثين في كل قمه افريقيه، والامين العام موسى فقي اول المتحدثين في اول قمه في كل قمه عربيه. فهو إذن ليس خلاف بين الجامعه العربيه والاتحاد الافريقي. الجامعه هنا دور الجامعه العربيه دفاعا عن دولتين بيطلبوا منهم هذا الامر. بالظبط كده، بالظبط.